ابو سالم تاني من انت؟ ما انا بقول الشركه منوره وحصل لها الف بركه. البركه راحت يا سالم من وقت الطمع ما دخل قلبك وعماه، ومن ساعه ما انا كمان مشيت وراك وما وقفتكش. ليه بتقولي كده يا امه؟ ده انت مربياني بايدك. كنت فاكره اني مربيه اولادي كلهم رجاله وما ربيتش بينهم شطان. انا شطان يما؟ انا يما؟ ده انا اللي طول عمري ملازمك يما. لما موسى ويوسف كل واحد راح في حته انا اللي فضلت جنبك، وكنت بشوف طلباتك عايزه ايه من غير ما تقولي وانفذها لك، وكلمتك طول عمرها على رقبتي. تقوم تقول عليا شطان يما؟ انا عارفه ان جوه قلبك حته بيضه الحاجه يا ولدي قبل بس وادي اغطيها. يما انا عملت كل ده علشانك وعشان عرفنا وفلوس. كفاياك مغالطه يا سالم، انت عملت كل ده عشان نفسك. يما انا كان بس كفايه. انت مش قلت انك بتمشي كلمتي على رجالتك؟ اسمع كلمتي، انا مش عايزه اشوفك هنا في الشركه ولا في البيت، ولا عايزه اشوفك واصل قبل ما تغسل قلبك من الطمع وتطهره من الشر اللي عاش جواه. ساعتها بس يا سالم هتلاقي قلب امك مفتوح لك وحضنها يساعك من تاني.